إلى الرباط من مقر إقامة فريق النادي الأهلي عشان نطمئن ونعرف أخبار الفريق إن شاء الله قبل التحرك إلى مركب مولاي عبد الله استعدادا لمواجهة اليوم، المواجهة الحاسمة والتاريخية، وإحنا بصراحة عايشين لحظات تاريخية، لقاء الأهلي وريال مدريد مع الزميل العزيز كريم أحمد موفد قناة الأهلي. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد، كل التحية ليك ولكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي. البداية كده مبشرة، يعني بترتدي اللون الأحمر، ويا رب إن شاء الله النهاردة الرباط والمملكة المغربية النهاردة اللون الأحمر يكون هو اللي طاغي بشكل كبير على الشوارع في الرباط وفي كازا وفي طنجة وفي كل الأوساط المملكة يا رب بإذن الله. الأجواء والكواليس، والنهاردة كمان كان في حضور ووصول عدد من أعضاء مجلس الإدارة، وصول عدد كبير جدا من جماهير الأهلي، يعني الحالة والأجواء والأخبار عندك إن شاء الله يا كريم. يعني بمشيئة الله وعلى بركة الله محمد إن شاء الله النهاردة يكون يوم النادي الأهلي ويوم نصر كل جمهور النادي الأهلي. كل التحضيرات انتهت الفنية والإدارية والتنظيمية، تبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى بمشيئة الله مع العبيد اللي عندنا ثقة كبيرة جدا جدا فيهم وفي الجهاز الفني في كل مرة محمد. طبعا المستحيل مش في كرة القدم، كرة القدم بتدي المجتهد، إن شاء الله بإذن الله نكون مجتهدين النهاردة ونكون في ميعادنا. أجواء أكثر من رائعة الحقيقة هنا في طبعا المملكة المغربية وأشقائنا المغاربة الحقيقة بيقوموا بدور كبير جدا جدا، لمسات رائعة، الكل بينتظر، بينتظر جمهور النادي الاهلي، بينتظر كل طبعا اشقائنا المغاربه بيكونوا بيتوافدوا خارج فندق الاقامه لتحيه فريق النادي الاهلي في التدريبات في العوده، فيمكن امور طيبه جدا يا رب ان شاء الله. استاد مولاي عبد الله يزين بكل اشقائنا المغاربه وجمهور النادي الاهلي، ويكون الهتاف كبير جدا يا رب ان شاء الله، الدفعه المعنويه الكبيره لكل الجماهير اللي ورا النادي الاهلي تصب في مصلحه فريق النادي الاهلي. اجواء اكثر من رائعه ومميزه، لكن خلاص اقدر اقول لك يا محمد مجلس اداره النادي الاهلي توفد بالكامل ان شاء الله باذن الله لمؤازره فريق النادي الاهلي كالعاده برئاسه الكابتن محمود الخطيب، اللي بمشيئه الله النهارده من خلال شاشه قناه النادي الاهلي هنشوف اللقطات الخاصه المعتاده الحقيقه لتواجده مع بعثه فريق النادي الاهلي ووقوفه طبعا على الحافله تحيته للعيبه. يمكن كان في كلمات بسيطه للكابتن محمود الخطيب النهارده قبل طبعا تناول وجبه الغداء، مهم جدا الحقيقه يا محمد لما بيكون الكابتن محمود الخطيب بيتحدث مع لاعبي النادي الاهلي، لان هذه مباراه عالميه، مباراه القرن بالنسبه طبعا لنادي ريال مدريد والنادي الاهلي. ان شاء الله نستمتع بمباراه مهمه جدا ان شاء الله باذن الله، كل التعليمات اللي ذكرت ونفذت وبيشتغل عليها مستر كولر من خلال نظري ومن خلال العملي ومن خلال الهايلايتس خلال الايام الماضيه تكون مستوعبه النادي الاهلي بشكل كبير جدا. يتبقى لنا توفيق ربنا، يتبقى لنا تركيز لعيبه النادي الاهلي، شخصيتهم، البوم، كل الامور يا محمد بتصب ان المباراه هتكون مهمه ومباراه قويه، لان التحضيرات اهم الحقيقه والترتيبات لعيبه النادي الاهلي يعني عندها ثقه بحذر كبير جدا للقيمه الكبيره ريال مدريد، لكن كره القدم فيها كل شيء، متغيراتها كثيره، ثوابتها كثيره، فيا رب ان شاء الله المتغيرات تكون في صالحنا، ويا رب مشيئه الله محمد يكون يوم فرحه كبيره جدا على كل جمهور النادي الاهلي. طيب اخرج بره اطار المباراه ولو لحظات بس يا كريم، وعايز اسالك على استقبال اللاعبين لاحمد القندوسي، ابرز الوجوه المنضمه للنادي الاهلي، مدى الاستقبال، وكمان عايز اعرف شعور اللاعب الجزائري فور الانضمام للاهلي وحرصه على التواجد في الجزائر. يمكن مارسيل كولر اداله راحه سلبيه عقب نهايه بطوله الشان في الجزائر، لكن القندوسي كان عنده حرص ان يكون موجود مع البعثه في الساعات الاخيره ويحضر مباراه الريال ويستمر معاهم حتى مباراه يا رب الفاينل ان شاء الله يوم السبت اللي جاي. استقبال كالعاده بلغه الكبار طبعا من لاعبي النادي الاهلي للقندوسي الوفد الجديد، يعني هنقول بقى ان شاء الله باذن الله بيتمنى له كل التوفيق، لفته طيبه ورائعه جدا الحقيقه من مستر كولر ومنه كمان القندوسي ان هو يكون حريص ان هو يكون متواجد في هذا المحفل الرياضي الكبير وفي هذه المباراه الكبيره جدا الحقيقه. محمد انت عارف حلم كبير جدا ان انت تكون متواجد في كاس العالم، تشارك، تكون على الدكه، تكون في القائمه، تكون متواجد في البعثه، ده امر مهم جدا. فالحقيقه يمكن القندوسي كل استقباله الحقيقه استقبال اكثر من رائع، راجل عنده الرغبه الشناوي الحقيقه، طبعا يمكن كان قائد النادي الاهلي كالعاده طبعا، وكل لعيب النادي الاهلي علي معلول، كل اللعيبه السوليه، كل اللعيبه يمكن حيته بشكل كبير، حفزته بشكل كبير جدا. وايضا كمان تعرف يا محمد القيمه الكبيره جدا للنادي الاهلي لابد ان هو يعيش معانا هذه الاجواء، وده امر مهم جدا بالتاكيد طبعا. يعني هو شاف طبعا مباريات عديده وشاف كثافه جماهير كبيره جدا وعاش بطولات كبيره جدا، لكن بطولات النادي الاهلي مختلفه، فان هو يكون متواجد في هذه الاجواء وفي هذه اللحظات وفي مباراه بقيمه ريال مدريد امر مهم جدا. بنتمنى له كل التوفيق وبنتمنى وشه يكون حلو على النادي الاهلي بمشيئه
الله في مباراه اليوم، لكن الاهم محمد نرجع للاعبتنا ونرجع للجهاز الفني في هذه المباراه، يا رب ان شاء الله يكونوا مركزين جدا في المباراه، دخولنا يكون جيد. كل التحضيرات الحقيقه من خلال تدريب الامس مستر كولر استقر على التشكيل بشكل كبير، لكن انت عارف محمد ممكن يكون في متغيرات في التشكيل، ممكن يكون فرد او فردين، لكن ان شاء الله السيناريو يكون موفق، لاعبي النادي الاهلي يكون في ميعادها، وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله لو معانا نقدر نصنع المستحيل كالعاده. النادي الاهلي ما فيش قدامه حاجه توقف بمشيئه الله. اكيد طبعا لو الفكره في التشكيل احنا ممكن كنا ننفرد بتشكيلات مباريات سابقه كتير قوي وكان عندنا معلومات، لكن طبعا اهم حاجه عندنا المصلحه العامه والمصلحه الجماعيه للفريق اهم كتير جدا من اي سبق اعلامي. طالما الجهاز الفني بيتعامل مع التشكيل الرسمي بسريه شديده في ظل ان هو بيتعامل مع كل مباراه حسب ظروفها الخاصه، ولكن يا كريم عايز اسالك على الجماهير، هل عندك معلومات النهارده هل في جماهير وصلت الى الرباط تحضر تؤازر تساند تشجع؟ التذاكر هل تم توفرها بشكل جيد ومناسب للجماهير التي وصلت الى المغرب خلال الساعات الاخيره؟ يعني برضه عايزك تطمنا على الحضور الجماهيري بالنسبه للاهلاويه اللي وصلوا المغرب في الساعات الاخيره عشان يحضروا الماتش بالليل. وعي كبير جدا يا محمد من جمهور النادي الاهلي اللي حريص الحقيقه نكون متواجد خلف فريق النادي الاهلي في هذه المباراه المهمه وفي بطوله كاس العالم للانديه. بالتاكيد يا محمد يمكن وصل عدد كبير جدا من جمهور النادي الاهلي اللي بنتمنى ان شاء الله يزين استاد مولاي عبد الله. الكل حريص يا محمد بشكل كبير ان هو يكون متواجد ويشجع ويآزر، ده دعم كبير جدا معتاد من فريق من جمهور النادي الاهلي، لكن الحقيقه احنا مش حاسين بجمهور النادي الاهلي مع اشقائنا المغاربه، الكل بيتكلم على النادي الاهلي، ما بتفرقش يا محمد هذا الامر، ناس كتير جدا الحقيقه بتتكلم على العلاقه الطيبه الكبيره جدا. ومن خلال شاشتنا شاشه قناه النادي الاهلي الكل بيتابع محمد ردود الافعال، ناس بتحاول تسمع تصريحاتك بشكل كبير جدا، بتحاول ان هي تركز معانا في التصريحات، بتشوف ايه الكلام اللي بيقال، ودي حقيقه ما نقدرش ان احنا نكذب على المجهود الكبير اللي بيبذل الحقيقه من اشقائنا المغاربه وجمهور النادي الاهلي. املنا كبير جدا في جمهورنا هتافهم مهما كان قله العدد، لكن الكل في واحد النهارده ان شاء الله، نهائي عربي بنتمناه يا رب ان شاء الله باذن الله. النادي الاهلي عنده خطوه مهمه جدا، لكن المستحيل ليس في كره القدم، يا رب ان شاء الله باقدام لاعبي النادي الاهلي وبتوفيق ربنا وبالحماس التركيز الكبير جدا اللي فيه لاعبي النادي الاهلي ان شاء الله نكون في يومنا، وان شاء الله يا محمد يكون يوم فرحه على الشعب المصري وليس كل جمهور النادي الاهلي. في التوقيت اللي بتكلم معاك فيها يا كريم دلوقتي الغداء، ميعاد الغداء بالنسبه للفريق والتحرك هيكون الساعه 7 ان شاء الله بتوقيت القاهره باذن الله، مظبوط كده؟ بالتاكيد يا محمد، بالتاكيد يا محمد صح جدا، المعلومات صحيحه. في هذه اللحظات بتتناول لاعبي النادي الاهلي وجبه الغداء، ومن بعدها ب 35 دقيقه تكون محاضره فنيه اخيره معتاد الحقيقه المستر كولر بياكد على كل الامور الخاصه بالتشكيل والتحفيز ورسائله ان شاء الله تكون مهمه وتوصل لاعبي النادي الاهلي. هنتحرك من هنا ان شاء الله يعني في السادسه، انت عارف الملعب بيبعد من 7 ل 8 دقائق طبعا بالتامين، فقرب الملعب ده امر مهم جدا، ان شاء الله نصل في الميعاد وكل اللعيبه يكون في الميعاد يا محمد بمشيئه الله. ان شاء الله الاهلي هيكون في الموعد وباذن الله يكون نتيجه النهارده موفقه، نضرب رقم تاريخي ورقم قياسي وباذن الله الاهلي يكون موفق. شكرا يا كريم وبالتوفيق ليك يا رب ان شاء الله.